أسعد الله أوقاتكم بكل ما هو جميل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام الأفاضل في كل مكان. أنتم الآن تشاهدون الاختبار الحقيقي والمحايد لمعرفة مدى نجاعة النفق، هل حقق المرجو منه والمطلوب منه. نحن الآن في توقيت معروف بالازدحام، ونحن أيضا في وسط الأسبوع، ليس السبت وليس الأحد وليس يوم الاثنين، وسط الأسبوع حتى نكون محايدين. كتشاهدوا معايا إخواني أخواتي طريق كيفاش دايرة حاليا، وغادي نحكموا بيناتنا وما غيشوفنا حتى شي واحد. الفوق كيف ما كتشوفوا معايا الطريق قبل، والتحت بعد، يعني غنخليوكم تحكموا وغادي تشوفوا السلاسة ديال الطريق. احنا دابا متوجهين النفق، وحنا تقريبا غادي نمروا من هاد النقاط اللي كاينين اللي كتشوفوا من قبل. لاحظوا معايا مزيان، يعني عملية السير في نفس التوقيت كيفاش كانت، والان السبب هو النفق. يعني غنخليكم نتوما تحكموا وغادي نمشيو ضربه ضربه، وكنحييكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وكنسلموا عليكم وكنعتذروا على الناس اللي ما قدرناش نجاوبوهم في التعليقات، راه كنجاوبوا يوميا 300 400 500 حتى تضرنا عينينا صراحه. فوق 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 طاقتك لا تلام، يعني اللي ما جاوبناش احنا غنجاوبوا دابا الان، كنحييه وكنسلموا عليه ونشدوا على ايديكم بحراره. شوفوا الخط اللي انا غادي فيه حاليا هو فوق الجسر، والخط على اليمين حتى هو فوق الجسر، ولكن كاين بعض الناس اللي كيهبطوا الممر لتحت تحت الجسر. حنا غادي نشدوا الطريق ديالنا. شوفوا معايا شوفوا معايا السلاسه، هادشي راه ما كانش في الاول. لاحظوا معايا ما توقفتش، في الفيديوهات الاخرين كنا كنتوقفوا قبل النفق. شوفوا لاحظوا معايا كي خاوي الطريق شتي، ولكن الناس اللي هابطين هذا غادي يجرنا لواحد الموضوع ضخم ان شاء الله. تابعوا القناه، راه حاليا كنهيئ وكنوجد وكندرس رفقة مهندسين ومؤطرين وتقنيين ورؤساء شركات ان شاء الله. معنا اخوان من اوروبا، ومعنا ان شاء الله رؤساء شركات من المغرب وتقنيين، غادي نوجدوا لواحد مقترح وطني ان شاء الله لحل هذا المشكل. النفق الدار لتخفيف وليس حل. لاحظوا معايا السلاسه، لاحظوا معايا الفيديو اللي كان في الاول الاكتضاض. شوفوا شوفوا اللحظه اللي كنا كندوزو فيها، وكنا كنقفوا قدام فندق فرح سفير فين دار النفق. لاحظوا معايا دابا انتم، حنا نحكموا بيناتنا ما نقولوش شي كلمه خارجه الاطار. لاحظوا معايا السيارات هنا غادي بشويه، ربما الامطار او لا شمكين، هي نورمالمون خاصها تكون سلاسه، ما يكونش التوقف بحال هكا وقفوا كاينه شي حاجه. نشوفوا شنو كاين، العداد راه خدام 3 دقائق، درت لكم العداد. العداد بادي من الانطلاقه، ملي انطلقت من الراس ديال الجسر من الرومبا ديال مدينه سلا امام الخميس، 3 دقائق ونصف. هنا كاين توقف شيء، ما كاين شي حاجه هنا غادي نكتشفوها، لانه في الحقيقه ما خصوش يكون هذا التوقف هذا. هنا ما كاينش فروج، اظن كاينه شي سياره وقفه شي حاجه شي حادثه. ميرسي. لا بلاتي، حنا نقربو نكتشفو. كيف ما قلت لكم اخواني قبل ما نوصلوا لهاد الحادثه، نشوفوا شنو كاين تما، تابعوا القناه كنهيئوا لواحد المقترح الحل الاسطوري ان شاء الله. تابعوا في المنتدى، راه كنحط لكم اخر الاخبار، الحل الاسطوري والازلي اللي غيحل مشكل تنقل ما بين مدينه سلا والرباط، لان هاد الممرات هادو وهاد القناطر راه واخا نديرو حتى 30 قنطره غيبقى نفس المشكل. اذا كنبحثوا، وراه حنا كنهيئوا رفقات مختصين على واحد الفريق ان شاء الله تم التشكيل ديالو، وغادي نشكلوه ان شاء الله، غادي نديرو واحد المقترح وطني، يعني غادي نخدمو بخرائط طوبوغرافيه او خرائط عن طريق لي ساتيليت، باش نوريوكم ونوضحوا لكم ونعطيوكم الحلول اللي ممكن ان شاء الله الدوله ديرها، اللي هو عبارة نفق الأحلام بمواصفات عالمية يبلغ طوله 1 كيلومتر، كيربط مدينة سلا وكيخوي في مدينة العرفان إن شاء الله. هذا هو المقترح وكندرسوه حاليا. لاحظوا معايا الحادثة، كاينة ماشي حادثة وإنما كان أونبان، هي اللي عطلتنا تقريبا واحد دقيقة، عندنا 5 دقائق. هذا الشيء اللي شفتوا إخواني راه كنا كنديروا فيه نص ساعة،
غادي نوقفوا باب شاله الانطلاقه من الرومبا ديال سلا حتى الباب شاله، وغادي نشوفوا شحال درنا. دابا درنا 5 دقائق تقريبا، 5 دقائق ونصف عطلاتنا ديك سياره الاجره عفوا مرسيدس 240 كنظن هي اللي عطلاتنا. ومع ذلك غادي نحسبوا هذاك التاخر حتى هو داخل في اللعبه، ماشي مشكل. شوفوا السلاسه ديال الطريق خاويه، النقطه النهايه هي باب شاله، وغنشوفوا شحال ان شاء الله. تابعوا القناه، كاين اخبار جديده، وكنرصدوا لهذا الحل المشكل ان شاء الله. غادي نديروا حل الجدري، لان هذا النفق الدار لتخفيف ماشي حل. قراو شنو كيكتبوا دوك الناس المسؤولين، قالوا لتخفيف الازدحام وماشي حل، لان في التعليقات غيبقى يقولوا واجي نهار اثنين وشوف، غير تخفيف باش نكون واضحين. اما الحل ان شاء الله هو اللي كندرسوه حاليا رفقة اخوان تقنيين ومهندسين، ومعنا واحد الاخ حتى هو رئيس شركة من السويد سي محمد، ومعنا اخوان حتى هما من مدينة سلا مختصين. وان شاء الله اللي بغى ينضم الينا من اطر وتقنيين ومهندسين، سواء برج محمد السادس، سواء مسرح محمد مسرح الكبير ان شاء الله اللي في سلا، سواء في الاوراش الملكية او الاوراش الوطنية، مرحبا به. اذا درنا 6 ديال الدقائق ونصف، يا سلام، كنا كنديروا 25 دقيقة حتى 30. اذا عطى النتيجة، النفق عطى المفعول ديالو بدون نقاش. غادي نرجعوا ونشوفوا الطريق اللي كنا كنوقفوا فيها الفوق، ما غنرجعوش من التحت، غادي نرجعوا من الفوق. لاحظوا معايا، امام فرح سفير فندق كنا هنا لابد كنوقفوا، سواء عامره ولا خاوي كنا لابد كنوقفوا هنايا، لابد كيشدك هنا الضوء الاحمر وكتبقى واقف. لاحظوا معايا، ما وقفتش، يعني علاش؟ النفق او الممر تحت ارضي امتص هذاك الازدحام، اذا اعطت النتيجه. حياكم الله، هذا اخوكم سي محمد يحييكم. انضموا للقناه، اشتركوا، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. والاخوان التقنيين او المهندسين اللي بغى يشارك معنا يدخل للمنتدى او اللمحه، رقم الواتساب راه كاين تما، ونتواصلوا ونشكلوا واحد الفريق باش نلقاو الحلول ان شاء الله في اطار، في واحد صوره مكتمله ان شاء الله في عهد الملك محمد السادس. الله يطولنا في عمره، والله يستر ليه ويشافيه ومتعه بالصحه والعافيه. وابتداء من الاثنين المقبل غادي نطلعوا للشمال، وغنطلعوا لطنجه بالضبط، وغنشوفوا النفق الجديد، ونشوفوا اخر المستجدات، ونعطيو واحد الروبورتاج كامل ان شاء الله. ونقدروا نمشيو حتى النفق ديال اكادير، ونشوفوا جميع الاوراش الملكيه والوطنيه، فكونوا في الموقع. هذا اخوكم سي محمد من قناه سي مشو يحييكم، الى اللقاء، وانتظروا الجديد، وهناك الجديد والافضل والاجمل والاروع ان شاء الله. إلى اللقاء.